أنا قائد كتيبة إعدام وتنفيذ الأحكام واجب ألبي نداء، وياما مع الأيام نفذت مهام وصلبت مجرمين وعتاة، وأنا بخدم عسكريتي بشرف في يوم اختلف مش ممكن أنساه. جابولي أصلب ثلاث متهمين بخبرتي، اتنين حقيقي مجرمين والتالت مش ممكن يكون من الجناه، واحنا بندق بالمسامير على الصليب ورغم الألم الرهيب لا سب ولا شتم ولا قاوم ولا دور عن نجاح. ورغم حزنه الشديد عرفت انه بيموت اكيد عن شيء ما جناه. امرت بصلبه في الوسط، وكل اللي في بالي خطر ان اللي ليه نظر يعرف انه غير المصلوبين وياه. كان قليل في كلماته، وما فتح فمه طلب غفران للي عداه. فجأة وفي قلب النهار حصل شيء عجب، نور الشمس انحجب وظلام عم الكون والسواد ملاه، والأرض اتزلزلت والصخور اتشققت. أما سمعته بيصرخ بقوة نداه كلنا سمعناه: أنا القائد الروماني الموجود تحت الصليب، بعترف بعلو الصوت إن المتعلق على الصليب ما كان بالضعف بيموت، ده كان بيموت في القوة، مات وهو بيسلم حياته برضاه. الحق أقول أنا منفذ الإعدام إن اللي مات على الصليب هنا هو ابن الله.